سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. يجي الصالح يلقى الصلاة، يلقى القرآن، يلقى التوبة، يلقى الملتقى هذا، يلقى بر بوالديه، يلقى قدام وجهه. لما نشوفه قدام وجهه يبيض وجهه، يبيض وجهه. ويجي الثاني يلقى حفلات الكريستال، ويلقى الشراب، ويلقى ارقام البنات، ويلقى المقاطع، ويلقى الروابط، سود وجه هذا. فانت وانا اسال نفسك هذا السؤال، اسالك بالله يوم ان تقف بين يدي الله، اعمالك اللي قدمتها في هذه الحياه الدنيا، هل ستبيض وجهك؟ أم إذا رأيتها سيسود وجهك؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. متى يا شيخ نايف؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد.